السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كتاب الجغرافيا للصف الثامن الجزء الأول الوحدة الثانية. تتناول هذه الوحدة موضوع نشأة المدن وتطورها والتحضر، وستتعرف من خلالها إلى مراحل نشوء المدن وتطورها وعوامل قيامها ووظائفها، إضافة إلى التحضر وعوامله والآثار الناتجة عنه، واستعراض التحضر في الأردن واتجاهات التحضر على مستوى العالم، ومعرفة المشكلات الحضرية التي تعاني منها المدن. وستستخدم مهاراتك في جمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها وعرضها. يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن يكون قادرا على أن أولا يتعرف مفهوم التحضر والتمدن، وأن يكون قادرا على أن يحلل عوامل الهجرة إلى المدن، وأن يكون قادرا على أن يتعرف عوامل نشوء المدن وتطورها، وأن يكون قادرا على أن يبين وظائف المدن ويحلل مشكلاتها، وأن يكون قادرا على أن يحلل عوامل التحضر والآثار الناتجة عنه، وأن يكون قادرا على أن يتعرف على مراحل التحضر واتجاهاته على مستوى العالم، وأن يكون قادرا على أن يقترح حلولا للمشكلات الحضرية في المدن، وأن يكون قادرا على أن يستخدم الصورة والنماذج في ملاحظة المصطلحات والعلاقات الجغرافية وتفسيرها، وأن يكون قادرا على أن يستخدم أسلوب الاستقصاء في حل المشكلات الجغرافية، وأن يكون قادرا على أن يطبق التعميمات لحل المشكلات الجغرافية واتخاذ القرارات المناسبة، وأن يكون قادرا على أن يوظف وسائل الاتصال والتكنولوجيا للحصول على المعلومات الجغرافية وعرضها وتحليلها، وعلى أن يكون قادرا على أن يتحمل مسؤولية قراراته الفردية والجماعية.